السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع مختلف، اليوم مقطع تحدي الرسم او لعبه الرسم، اوكي؟ لكن غير اللعبه اللي قد لعبتها من زمان مع الشباب، مع ريفريكس وريان وكم واحد من الشباب، نسيت من كان معنا. المقطع هذا في كميه ضحك مو طبيعيه، باذن الله انه بيعجبكم. اذا عجبكم المقطع لا تكسرون باللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات، يعني ترى مهم جدا. المقطع كان مع شباب كثيرين، قنواتهم باذن الله في الوصف. طريقه اللعبه راح تكون انا اكتب وصف الرسمه ابغاهم يرسمونها، يجي اول واحد يدخل يشوف وصف الرسمه يحاول يرسمها، اللي بعده يحاول يتوقع وش رسم، اللي بعده يرسم التوقع حق انا مخي اللي حسب انا اشرح لكم. الزبده بتشوفون المقطع راح تفهمون كل شيء. لا تكسرون الدعم، ابغى دعمكم من هذا المقطع. اذا عجبكم هذا المقطع باذن الله راح انوع مثل كذا، يعني ما راح تكون العاب كلها اوكي فورتنايت روكت ليج، لا راح انوع زي كذا العاب في المتصفح، العاب غريبه. نبغى دعمكم الرهيب ونبدا في المقطع. اكتب اي شيء ببالك، اكتب اي شيء اي شيء واحد اي شيء في بالك عشان الواحد يرسم، بس بتطول عدد كلمه. اكتب كذا اي شيء في بالي مره، اي شيء اي شيء حتى لو مو قصه حياتك. تعال يلا يلا خلص الوقت خلص. وشو الله ياخذ ابليس اللي كذا. هذا واحد من الاربع عشر والله. اصبر بالله صوت، خلينا نركز. اوكي الله ياخذ اللي كتبها، صفر الله للجنه. في شيء ملي تبوني حلف انه عقش. وش كلنا نفس الرسمة تجينا ولا وش؟ لا مختلفة. اوكي يا عيال ما طم شباب، كم لي دقيقة؟ الوقت فوق على اليسار فوق يا شباب. انا ايش قاعد اسوي؟ اول اخذ بيسك عقش. هل كاتب اللي عندي ذي بمسكتها وش هي؟ لا انا مالي دخل في السالفه. طيب يا بالله كيف لا شباب موت يا شباب موت يا رب. هذا كيف ارسم؟ انا انتهيت خالد، لا تتهمني انا ما سويت شيء الا انه انت ما حد يفكر. انا خلصت يا اخوان. ممكن مو انا. طيب لو تبيني احالف لا انا ما ادري الحين الصراحه ايش اسوي. شباب انا اعتذر كل شخص. خلص الوقت الحين. شباب ايش اللي يرن؟ باقي شوي. طيب ليش كنت ضيعت الرسمه من خرشه؟ يا الله وش سويت انا؟ والله اني اسف، قسم بالله اسف. من الحين اسف والله. وش ذا؟ هذا ايش؟ كل واحد يوصف المشهد اللي قدامه. ما في شيء ينوصف هنا. يا الله انا مين اللي راسم؟ بالله مين اللي راسم؟ انا لا وصف لي فيلو الزهري. لا اسود ابيض. ما دخل في حاجه تراب. الله عاد في الارض كذا فيها تراب. انا الله يجعلني اي خص الفضاء. الله يشوف وش ذا والله اللي وات عندي. والله اوريكم الرسمه اللي بعدها. يا عيال وتها اوكي صوت يا هوني من شو برسم ذا؟ ما ادري اصبر انا اللي كاني ترى شيء معوق ما ادري شلون. يا رب يطيح. انا اللي كاتب عندي والله العظيم انه مو ما باسب. ايزي شباب وش ذي التعبير عند ذا اللي كاتب ذا الرسمه؟ صفر يا عيال ايش كنت تسوي انا؟ الله بتشوف الرسمة اللي عندي. الله يعينك اللي بتوصف. الله يعينك. والله أتمنى من خالدي يسامحني. أنا بتمنى منكم تسامحوني. أنا لا يدخل البوم يا شباب. أنا انتهيت. شباب رسمتي يدعي لي أنا متأكد. أخوتي في الله. أنا بشوف رسمتي يدعي علي. يا شباب لا هو رسمتي بيدي علي. شفتوا لما بالبداية اسمعوا شفتوا لما البداية كتبنا أشياء نرسمها. أوكي. شفتوا بالنهاية لما يكتب ألبوم فلان عاقش يحذفوا ألبومه. سالفة. مش السالفة؟ يعرفها يا عياب. أنا استسلم. اختبار التحصيلي ما سويت كذا. يا رحيم والله شكرا للي راسم ذي. كيف اخفي شو اسمه صورة حبنا والشوق فارغ؟ يا عيال وش ذي؟ اوكي هذا
انا مو برسمه طلع جريده كم كلمه 2 3 4 5 7 كلمات هذا مين اللي يفكر في هذا الشيء الله يقلع راسه مربع والله العظيم اني عقل مدبر يا شباب شويه يعني مو مره والله اني رسيم شباب رسيم انا عيال اشر عشان ابين هذا الشيء عادي ايه لا لا ايش ده انا مسويها الجيم الاول والله حلو انا راضي انا رضيت اخي الحين شلون ارسم هذا يعني انا جاني تبلد والله من عقل شباب اللي ما يجيب لي عندي يا خالد بينصدمون بعد شوي ها عيال متى كذا نقدر نرسم 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 نتوقع نرسم نتوقع لين كل الكل يروح البومات يعني شوف فوق 6 من 14 البوم انت شفت الكتاب اللي انت كتبته يا سلوم تروح لنا كلنا 14 شخص 14 شخص وسبعة بيتوقع فاهم يا ساتر لا ما عندنا كم رسمه اي في النهايه اي نهايته طيب في واحد رسام لي رسمه بس ما ادري يعني اوصف كل شيء ولا الشيء اللي فوق اليمين ثواني بتحاول اوصف الاساس اساس الرسمه اقول قصه ولا اكتب عادي اي شيء لا لا تقول قصه اكتب حديقه والله لا اوريك القوم مكتب وات اوكي وش ذا قصه حياتي يا ابوي حتى انا اي كتبت كلجت انا فيها شباب من اللي عنده الكلمه ميب كامله اتوقع انا حر كلمه واحده اول شيء حرف منها عين صح ايه الثانيه كهرب يركص ليش ساكت ولا في شكلك طيب انا خلصت واتمنى اللي يشوف هذه الرسمه انه ما يشوفها انه يستر على ما واجهه الله يا كريم سامحوني يا عيال خلص الوقت بيخلص الوقت 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 يخلص انا للحين منجرط من حقه عقش تمام يا الله لو اكتب وشي حقت عقش لا هذا وش هذا واحد راسمني قالك هي وش اشوف شيء قدامك قدامي عنك اما اوكي الظاهر انا راسمه اوكي الظاهر انا يا شباب اكتب خالد انا راسمه ايه ما ادري شو هذا وشو باقي ثلاث رومات كذا ها يا عيال شلون هذا يا عيال اصبروا 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 ذكروني بس سلتوح منه ذا سمير اي شخصيه ما اعرف ارسم يا عيال واضح صراحه اتوقع عيال ايش سويت انا ايش سويت شوف تكفون تكفون اصبروا 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 لا سويت انا خلصت سلم بالله رسمت رسمة حلوة أنا متأكد يا شباب. يا شباب في 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 شيء رسمت رسمتين. رسمات شكلها كل حش على خالد. هذه. وش ذا؟ يلا يا شباب نحسن الرسم أوكي؟ في النهاية رسماتنا بتطلع. إيه. لا إله إلا الله. قدامك 80 واحد بيشوفه يا ريان. يا ما أعرف أرسم نجمة. والله أنا ما جبت العيد بس. والله ما أدري إيش أسوي أنا. ما قدرت ألحق والله. انا وش سويت ما ادري لازم اضغط انتهيت والرسمه اي لازم تضغط انتهيت الابعاد ذا اللي رسمها في الوصف ولا في الرسم في الاثنين ما حطيت انتهيت هنا طيب جهزوا لكم عصفر من الصدمات اللي بتجيكم من عقش يا عيال ذا من الصدمه الحين ما رسمت شيء ترى اخر رسمه ما حد بيشوفها ما عليك قسم بالله اني خربتها على اخر رسمه يلا بما ان ما حد متوقع يا عيال ما يملي فراغات ليش مره ما تسكت الرسم انا مو بس انت يا سلوم والله والله حتى انا اللي اتمنى انها تكون واضحه في هذا الشيء اوكي اوكي يعني انا اخر واحد شباب بس انا اخر واحد تكفون حريق ترقص طفايه حريق ترقص ما جتني ترقص ما جتني جتني طفايه بس طفايه حريق حلو 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 طيب ايه فهد شفت رسمك لا صيتني والرسم اوه نايس نايس حلو انا للان مستانس انا بشوف النهايه من اللي بعصبك جاني برجر ذا يا ابوي مو بطف لا يكون انت عادل والله يا اخي هذه عصير عصير هذا ميت مطاره جمره مو بحمره بعد جمره مطاره انت مطاره يا شاطر مكتب شاطر اي هادي يا اخي ما عرفت ايش تقصد انت يا بك انت بالقوطه شكرا بندر والله ما ادري وش اي هذا اللي جاني بعد انا سويت احد احسن من كذا بعد اي انا ما اعرف قاعد يتشرف في الرسمه رسم خط وقلم على الطول هذا هو كبريت ذا اوكي انا تقينا العجيب انه فهم واضحه والله رسمه حلوه والله ديم
صح حسام يسمونه ترى بعض او ماي جاد وش ترى يبيك تستخدمهم ترى ارجل ليجند صراحه كذا ايزي خلاص 2 في 2 راح ما يحلف اني قاضي اوكي اوكي يا ساتر والله اننا واجدين والله اني فنان سهله دي سهله حلو ايه هذه تغطيه اوكي مانجس يا والله تقهر تقهر يعني دخلت في سالفه قسم بالله دخلت في سالفه اوكي لا حبيبي لا والله حرب حرب مخلوق قريب واضح يا عيال انت ما يدخل شباب ايش في الكلام اللي قاعد والله عاد انك جبت نفس حق النوم او ماي جاد يا للرسم بحط افشل 14 قاتل كذا العنوان افضل افشل افشل وشو خل حقك فيديو حق العنوان ودا وش ذا راكس روسيه قول لي ده واحد اكبر ايش هذا ايش هذا هذا روبلوكس قاعد يضحك لا شوف بوجهي ما اريد ناس كفرات اوكي انا ما هري اوكي الله نايس شوف الناس ترسم كابتن ماجد وهذا والله اني اسف يا عيال قسم بالله اسف الله يعطيك العافيه شوفوا رسمتي والله حلوه يا عيال الله يعني والله فنان انا سويت احسن منك ترى شوف شوف يا عيال شوف 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 احمد ربك انك كاتب مهرج ذاك وشو دي يلا اي خالد باقي واحده ترى طاوله ادري باقي واحده على الموت طاوله والله انك لا والله لا لا والله وش ذا والله حلوه شوف الدجاجه بس ايه هذا الرسم من الرسمه ايه هنا هنا كيف يشتغل يا اخوي لا تدقق ايه انا لا قهر حليب حليب اوكي حبيبي الله يشوف سلو سلو شوف شوف سلو ايوه بيسال الله استاذ هذه بسرعه بسرعه باي بالك باي بالك ايه بالله وش دبك حافظ بيتنا ذا حافظ بيتنا شلون والله حافظ بيتنا هذا بنزين هذا جت عندي خالد خالد والله حلو فني الاماكن وهي تطبخ بقدر ضغط ما يركب عليه هذا صراحه هذا اللي نكبنا هذا اللي نكبنا عمود يرقص عمود يرقص هم يرقصون طيب يا انا والله الملعب وينك ما تعرف تخطط طيب ما يقدر تسلم الموضوع سلك سلك واحد اثنين ثلاثة ما احتاج واحد اثنين طيب من رقصة باليه الى واحد يلعب كرة سلة رسمات الفريق اليد رهيبة يا ولد والله اني داري الله يخبيسك يا خالد يوم كتبتك كنت بكتب الحسناء قلت لي انتي كاتب الحسناء اوكي خالد حلو 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 عرفها فهد يعني كم انا هنا كتبت انا بعدين عدلتها قمر عشان ما تربون اللي بعد بيتزا بالنهاية انا قمر الله ياخذ مني تبون تعرفون الصدمة يلا شوفوا يعطيك العافية عادي شوفوا 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 الايش تحولت بعدين نايم عليك شوف انت ملاحظ شكله مو بهادي هلال ذا رمضان رمضان كان وحيد في الغابة ما زرعها اوكي هذا انكبنا الله يسعده انا هنا مرة انكبنا انا هنا انصدمت ما ادري وش الشكل اوكي عرفت ايش كان هذا انا الحديقة الله نايس ورده الورده شوف عليها وردتك ريان اي هذا الرسم عندي الله شو الجواب بس في الجواب الله مش هذا يا شباب هذا الشيء والله بني هذه لعبه الجوال مزرعه هي جتني انا قبل من غاب المزرعه عاد دي ترى جا
جتني انا بعد مستان الله اكبر سالجت العيد شباب هنا سالجت العيد شباب لا حد طالع اوكي يلا عادل عادل يا ساتر يا حلكم اي هذا الرسمه اللي جتني الله ياخذ بيسك فقمه نكبتني يوم قلت فقمه ما عرفت ارسمها او شيء شاد شخصية خاد فما نقص اللي بحاجم بول بسم الله محمد كيف محمد لعبة هلا خاد بالشنب باللعب ها؟ لا يعني شنب بالبستيك اللي حطها هذي كتاب لعبة بالشنب خاد يا يال لا شيء نكبر خاد بالشنب متخلو في شيخ يبقى هذا مكتوب يم بس هذا دايم دايم هنا انا رجعت لك الله يقرب من صدر هذا قاعد يرقص رجل كبير ولا قصيره ليش مربعات صدق عايشين ماينكرافت هذا كسا والله هذا اللي فاهم بالفيديو شمس كبيره والله اختصر صراحه شمس ارض يا رب الكرضه كم عاد رسمت انت قبل نفسه بالضبط كله شارع شارع القمر حط شم سيارة مصرية يا حبيبي كنت بقول ماسكة خط بس توقعت بيفهمها غلط طيب ايش سيارة شفافة هنا؟ سيارة مخفية ما كنت كنت اروح سباك اي هنا ما السباق باللغة لعب 2 دي تعرف الجيم بوي لا قاعد عيال لا انا جبت العيد انا والله جبت العيد لا بطل ميت صراحه بطل ميت ثاني بطل هذا لازم يرسم هذا يا رب عفك رضاك والله حلوه يا جوجل جوجل ايه بالله شوفوا وش صارت بالنهايه بدون جوجل شباب عشان تصير ممتع اكثر شوف وش صارت اكثر انا بشوف من اللي بعصى وش في احد بعصى بعصى حسن بعصى انا صح اي والله انا بعصى انا بعصى شوف صدموا يا بطه البحر يا اخي ما دكت احد شاطي خلنا نشوف هذا يلا اكستب فاهم واحد دب وحاقد على احد انت عادي انت راسم مسرح جريمه الناس ترمون على طين وش ذي الخمد وراهم غربيين شوف ايش كتبت انا والله ايش هذا اه يا ساتر اي هذه انا قلت اي هذا اللي نكبنا الله ينكب العدو حق الارض انا قدام والله ساتر يا سلام وش ذا بطني بطني يا عيال تخريت قسم بالله هذا سوي داب انا صرتني هدياتي مؤدب هذا حاط رسمه انت تقدر ترسمها اي والله انا حبيت حديقه نفس الرسمه اللي قبل حتى يلا ما دام نكملها شو مرجع حد برا الحديقه في الهواء رجعت لاصلها طيب ايش سويت فنس اخر وحده بكاسو هنا انا رسمت لي اللوحات اللي تنباع بالملايين ولا ادري ايش موجود فيها اسهل شيء هذه توقع والله حلو والله دين لحق سبوكس هذه لا ما يجيب لي هذا اي نفس الشيء يلا نشوف من اللي بعصها هذا ترنت بس اكتب تويتش على طول يا رجال اوكي هنا انا ايش خالد كلاش كاتب وخلبد وكلاش يقدر خلبد بصرا من فيس كامل امونج انا شتني يا ساتر حولوها ثلاث اشياء يا عيال وش ذا هذه مسالك وش الكلمه ما ادري يا اخوي اكتب يكتب